أيام. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان. نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في هذه الانطلاقات الصباحية وفي هذا اللقاء هنا على أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. تنطلق منافسات سن الثنايا ونشاهد ونتابع انطلاقة خامس الأشواط، شوط خاص بالإبكار يحمل لنا هذه الأسماء والشعارات والتحديات المستمرة دائما هنا على أرضية هذا الميدان. أبدأ مع الأسماء المتقدمة، أتابع أول المراكز وأول المنطلقات الساعية هنا على البداية والصدارة. حميد بن سعيد بن عامر النيادي هنا من يتقدم ويقدم لنا شعاره مع البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز من الجانب الآخر. هناك الوصول من نوف مبارك بن حمد بن مبارك النابت هنا القادم والمتواجد مع ثاني التحديات، بينما أتابع الوصول الله الأسماء القادمة السليمانية تصل في هذه اللحظات. شطيط بن سالم بن راشد الاكتبي القادم مع هذه اللحظات، بينما أتابع وصول من وفا لأحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي القادم مع هذه الانطلاقة، وهناك الشاهينية لزايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. هذه الأسماء الأولى مشاهدين الكرام، الخمس المراكز المتقدمة مع منافسات سن الثنايا. نذكر هناك بالجائزة السيارة النقدية في الانتظار من بين هذه الأسماء، تنتظر أحدا من هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة، بينما أتابع شعارات أيضا حاضرة متواجدة ما خلف المراكز الخمس المتقدمة. أعود إلى البداية، أعود مع منافسات الكبار، تحديات الكبار، الثمانية كيلومترات. الله يا البداية، الله يا الانطلاق. أتابع من خلال هذه اللحظات السليمانية، السليمانية على الصدارة. شطيط بن سالم بن راشد الاكتبي هنا مع الانطلاق وتواجد السليمانية على أول المراكز، بينما أتابع نوف، نوف القادمة في هذه اللحظات. مبارك بن محمد، مبارك بن حمد بن مبارك النابت يتقدم مع هذه اللحظات ويقدم لنا نوف مع أيضا تواجد ثاني المراكز من الجانب الآخر. وتابع شعار النيادي يقدم لنا الساعية، حميد بن سعيد بن عامر النيادي هنا القادم مع ثالث المراكز، بينما التدخل والوصول من الشاهينية تصل بشعار محمد زايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري القادم مع هذه اللحظات، بينما الله يا الأسماء، الله يا التحديات، الله يا الانطلاق. من خلال هذه اللحظات، من خلال هذه التحديات، منافسات الكبار، تحديات أيضا سن الثنايا. أعود مع الانفراد هناك والانطلاق من تتواجد السليمانية، السليمانية تحمل لنا التحدي والانفراد هناك من خلال أيضا الكادر الأعلى لقناة ريان في هذا النقل الحي والمباشر. أتابع السليمانية، السليمانية شطيط بن سالم بن راشد الاكتبي هناك مع البداية وانطلاقة الصدارة، بينما
وتابع التقدم والقدوم في هذه اللحظات. هنا نوف، نوف القادمة مع ثاني المراكز، مبارك بن حمد بن مبارك النابت القادم هنا يقدم لنا شعاره مع تواجد نوف مع ثاني المراكز، بينما وتابع ثالث الأسماء الشاهينية، الشاهينية لزايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري القادم، القادم مع ثالث المراكز، رابع الأسماء هناك وفا لأحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، بدأ بالتقدم بن دري يقدم لنا وفا مع هذه اللحظات. النيادي من الجانب الآخر هناك مع الساعية حميد بن سعيد بن عامر بن حمد النيادي القادم مع هذه اللحظات، بينما أتابع خامس الأسماء هناك القادمة والمتواجدة مع خامس المراكز، ولكن الله الله يا الأسماء، الله يا التحديات. أتابع الشعارات بدأت بالاقتراب، هناك تواجد من الجذابة بن مسعود يقدم الجذابة، والشعار القادم هناك من الجانب الآخر، الله الله يا التحديات. الكل قادم، الكل قادم في هذه اللحظات، ولكن الأمور ما زالت هناك على الصدارة. السليمانية، السليمانية هناك مع البداية وحيدة تقود هذه الأسماء، تتقدم هناك السليمانية بشعار السليمانية على البداية، هناك تتواجد تنطلق بأداء ممتاز شطيط بن سالم بن راشد الاكتبي هناك مع البداية والتواجد والانطلاق الممتاز والأداء الرائع السليمانية، ولكن أتابع القدوم من نوف مبارك بن حمد بن مبارك النابت القادم، القادم مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول في هذه اللحظات وتواجد مع ثالث المراكز، الله القادمة الشاهينية زايد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يتقدم هنا ويقدم لنا الشاهينية مع هذه اللحظات. هناك من الجانب الآخر وفا، وفا وصل بن دري المغير مع ثالث المراكز أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي، شوف الأسماء، شوف التحديات القادمة، وتابع شعار البرنس بدأ بالتدخل في هذه اللحظات، وصلت منى مشاهدين الكرام، ولكن القادمة منيفة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل يصل مع هذه الانطلاقة، وتواجد من الجذابة عبد الله بن سعيد بن محمد بن مسعود القادم مع هذه اللحظات، الله يا الأسماء، الله يا الأسماء القادمة المتدخلة في هذا النداء من خلال أيضا هذه اللحظات، ولكن الأمور هناك ما زالت على الصدارة، ما زالت السليمانية شطيط بن سالم بن راشد الاكتبي هناك مع البداية وانطلاقة الصدارة تحمل لنا أيضا التحدي والإثارة، الله يالقادمة. وتابع نوف مبارك بن حمد بن مبارك النابت عينه على الصدارة، يقدم لنا نوف القادمة مع ثاني المراكز، ولكن وتابع وصول، وتابع منيفة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل يقدم منيفة في هذه اللحظات مع ثالث المراكز. من الجانب الآخر وصلت التماس سالم بن عنزان الخاتم آل عنزان النعيمي في أول ظهور، ونداء هنا للشعار البرشلوني القادم من الجانب الآخر، ولكن التدخل من الجذابة عبد الله بن سعيد بن محمد بن مسعود القادم مع الجذابة في هذه اللحظات. الشعارات قادمة، الأسماء قادمة، بدأ الهجوم، بدأنا بالاقتراب 2 كيلو ما تبقى عن خط النهاية، الله الله الله، الكل قادم مشاهدينا الكرام، الكل يريد أيضا انتزاع ناموسي هذا الشوط، الله أعود هناك مع البداية، أعود مع السليمانية، السليمانية تقود الأسماء، شطيط بن سالم
بن راشد الكتبي يقدم السليمانية هناك مع البداية والصدارة، بينما أتابع القادمة والوصول من نوف مع ثاني المراكز مبارك بن حمد بن مبارك النابت، هناك القادم مع ثاني المراكز بدأنا بالانعطاف بدأنا بالاقتراب، الله 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 بدأ التحرك، وصول من اعتزاز مفلح بن حمود بن مطلق البلوي القادم في هذه اللحظات، وهنا بشاير ركاب الحمد بن علي الربيعان القادم مع بشاير الله الأسماء القادمة، وتابع الكايدة سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، الله الله اشتدت المنافسة، ولكن السليمانية غادرت يا اخواني، غادرت وطارت بالناموس، السليمانية اشطيط من سالم بن راشد الكتبي، ولكن بشاير الربيعان القادمة مع ثاني المراكز ركام بن حمد بن علي الربيعان يقدم لنا بشاير القادمة مع هذه التحديات، ولكن أعود مع الحزام الأخضر، أعود مع السليمانية، سلام السليمانية، سلام هذا الأداء، سلام هذا الانطلاق، الله يا السليمانية. اشطيط بن سالم بن راشد الكتبي يقدم السليمانية، تنطلق السليمانية بناموس هذا الشوط بأداء ممتاز بانطلاق رائع، الله الله الله، مشكور يا أبو سالم، مشكور على هذا الأداء والانطلاق الممتاز من خلال هذه اللحظات، من خلال تواجد السليمانية على الصدارة. بنسلم ونقول أسعد الله صباحك، أسعد الله صباحك يا أبو سالم على هذا الأداء، على هذا الفوز، سلام السليمانية، سلام سلام الانتصار، سلام الأداء الممتاز والانفراد، تهانينا والناموس نزفها من هذه اللحظات لشطيط بن سالم بن راشد الكتبي، يغادر الناموس إلى الأشقاء، إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بشعار السليمانية وبشعار شطيط بن سالم بن راشد الكتبي، سلام على هذا الأداء، سلام على هذا الانتصار. ثاني المراكز بشاير الربيعان راكان بن حمد بن علي الربيعان القادم مع ثاني المراكز، ثالث الأسماء كان الوصول من اعتزاز مفلح بن حمود بن مطلق الحمري البلوي، ورابع المراكز وصلت الكايدة سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، وخامس المراكز وصلت التماس سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول السليمانية إلى خط النهاية، 12 دقيقة 31 ثانية 38 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لشطيط بن سالم بن راشد الكتبي، مسجلة التوقيت الأفضل في هذا الصباح إلى هذه اللحظات. ثاني المراكز وصلت بشاير ب 12 دقيقة 40 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لركان بن حمد بن علي الربيعان من قدم لنا شعاره مع تواجد بشاير. ثالث المراكز اعتزاز 12 دقيقة 41 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لمفلح بن حمود بن مطلق البلوي، تهانينا والناموس للجميع.